اتعرف عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ بما اننا بقى فلاحي فجايبه لكم النهارده اكل فلاحي على اصوله، اتخصصوا فيه وابدعوا وطلعوا لنا حاجات انا نفسي الفلاحه بنت الفلاحين منبهره بيها وبشكلها وبجمالها. هفرجكم كده على الحاجه اللي معايا. معانا اول حاجه قرص طريه بالعجوه وساده، وفطير مشلتت بالعجوه. انا اول مره اشوف فطير مشلتت بالعجوه، دي جديده عليا بصراحه. وفطير مشلتت بالزبده والقشطه، صح كده؟ معانا كمان رقاق ناشف ومخروطه وكسكسي. طبعا الحاجات دي كلها اللي عاملها ام رحمه، تسلم ايديها وابو رحمه. والنهارده بقى هينفذوا معانا فطير مشلتت وقرص طريه، صح كده؟ طيب هنبتدي بقى، وانتوا شغالين عايزه اسالكم شويه اسئله وانتوا هتجاوبوا عليا. ما عندكوش مثل كده نبتدي بيه الحلقه؟ مثل كده انت مؤمنه بيه ماشيه بيه في حياتك كده، اي مثل؟ مش عارفه بصراحه. ابو رحمه شكله عنده مثل. طبعا. اديني مثل. عندي مثل، امه بتدعي له احسن من اللي امه بتدي له. الله، والله فعلا صدق، والله العظيم شكله الحاجه راضيه عنه ولمس المثل ده كويس. فبسم الله ما شاء الله يا جماعه، نمسك الخشب. مسكنا الخشب. طيب نبتدي بقى باول حاجه، ايه هنعمل ايه؟ ممكن نعجن الفطير كده الاول. انا النهارده يا اولاد هشمر واقعد اتفرج. ايوه اقعدي بقى براحتك كده. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه بقى اعرف مين فيكم اللي ابتدى فكره المشروع بتاع الفطير والحاجات دي. انا. الله، دايما نقول وراء كل رجل عظيم امراه. دي حقيقه. انت معترف. جدا طبعا. يعجبني فيك اعترافك والله العظيم. انا جاي مسلم يعني. لا هو بصراحه يعني حته انك معترف ان هي ما شاء الله اللي وراك في الموضوع ده يديك انتوا الاثنين نجاح. طبعا. لان الست يعني لو ما فيش وراها راجل بيدعمها ويعني بيشد من ازرها ويشجعها هيقعدها في البيت. ده صح؟ ده حقيقة. زي اغلب الرجاله. ده حقيقة. فما شاء الله يعني. ولا انت ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا. ايوه طبعا، يعني انا اشتغل انا صاحبه الفكره وكل حاجه واشتغلت، بس لله هو اللي دعمني وقف جنبي، صبر عليا طبعا في تقصيري في البيت وكده. طبعا ما كنتش كملت وما كنتش نجحت وما كنتش هبقى واقفه مع حضرتك أكيد دلوقتي. اكيد. طب انت بقى بتعملي الاكل بايدك؟ ممكن تعملي ونتكلم واحنا بنعمل. انا دلوقتي هاجن الفطير. انت اللي بتعملي الحاجه في ايدك في المطعم بتاعكم؟ انا ومعايا المساعده بتاعتي. ما شاء الله. بس انت طبعا الموجهه بتقولي اعملي واعملي. طب حلوه، هتعملنا ايه دلوقتي؟ ده عجينه الفطير دقيق عادي خالص اهوت، وحطيت عليه بس الملح. نوع الدقيق ايه؟ بيبقى اي نوع، بس اللي هو بيبقى الشديد شويه، اللي هو بيبقى ليه عرق زي ما بيقولوا كده، الدرجه الاولى اللي بيبقى ليه عرق بس. حلو. عشان يبقى احنا بنسميه فاخر. ايوه، فاخر من الاخر. فاخر من الاخر. ويقولوا لك يا اخت البيت من غير دقيق حلو ايديك. حلو ايديك. الكلام ده صحيح؟ صحيح. انتوا اصلا فلاحين ولا جت لكم الفكره منين؟ ليه تخصصتوا في الاكل الفلاحي؟ احنا صعيد. طب ليه بتشاركونا في الاكل بتاعنا بقى وانتوا صعيد؟ لا ما احنا برضو بناكل الاكل ده برضو. ما احنا فلاحين سواسي صعيد. فلاحين وصعيده ايد واحده. ما عندناش الكلام ده. لا بس انا عايزه اقول لحضرتك بقى، مش رياء بجد، ام رحمه في المطبخ حاجه ثانيه يعني. ما شاء الله. لا بجد، مش الفطير بس او القرص، اي حاجه. طب ايه اكتر اكله ام رحمه بتعملها لك بقى وانت بتحبها من ايديها؟ المحاشي. الله عليك. زي محشي معين ولا كل المحاشي؟ هي كل حاجه، بس الورق العنب استاذه. لا ورئيس القسم. قشطه. لا بص يا ابو رحمه النهارده جايه ادلعك على الهوا. لا ابو رحمه جايه قدام الناس يدلعك. لا ده حقيقه. لا والله بجد يعني هي ما شاء الله، حتى هي لما عملت الفطير انا بعترف على الهوا، انا كنت معتقد ان هي لا هو زن عماله تزن، عايزه تعمل وعايزه تعمله، عايزه تشتغل وخلاص، فانا عايزه اريحها، فقلت خلاص تبدا. مش مفكر ان هي هتنجح وتعمل لك مشروع خالص، والمشروع خالص ينجح ويسمع. خالص والله يا استاذ ايمان، هي انا كده في دماغي كان القصه ممكن شهر اسبوعين. يعني هتزهق وخلاص، يتعاملوا في صمت كده. انا عايزه اقول لكم ان نفس الموقف حصل معايا. انا قلت لجوزي عايزه ادخل مجال السوشيال ميديا، اللي هو ادخلي، اللي هو ايه، انا عارف ان انت كده كده هتفضلي تزني، هتفضلي تزني ومش هنخلص منك. ما توقعش ان انجح. فتقريبا كل اللي بيبقى كده. لا بجد والله، لحد ما صديق ليا ده بعد كام شهر كده بيقول لي انا نفسي اكل فطير. قلت له بس كده سهله يعني؟
ده انت تعمل كده انت تقول جزر وانا جبت له ومش قايل له ان هو من عندنا ولا عامل صفحه ولا عامل اي حاجه ولا اي قصه ولا بتعمل كنتش لسه ابتديت ولا اي حاجه هي انا سايبها تتعامل مع الجيران والاهل والمنطقه اللي احنا فيها. انا ام رحمه معلش انا بقطع كلامك بس انا ملاحظه ان انت بتعجني وبتحط الدقيق حبه بحبه. لا انا حطيت ميه فطلعت الميه زياده. يعني مش انا افتكرتك بتعجني بطريقه لا. جديده لا أيوه. الميه أيوه. طلعت زياده شويه فعادي خالص بصلح حاجتي وازود. انا قلت ده سر بقى وانا لا 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 ده وساب تلفزيوني بقى لا كل حاجه في ايدينا الاسرار هنديها لك واحنا ماشيين ما تقلقيش. لا لا مش للدرجه دي بس مش للنشر مش للنشر بس مش سر ولا حاجه والله هي كل حاجه بتبقى نفس يعني في احسن مني بيعمل المحشي بس الطعم مش نفس كل حاجه. انا دايما اقول لهم الكلمه دي ان الحاجه اللي بتتعمل بحب بتطلع طعمها احلى من الحاجه اللي بتتعمل والسلام تاديه واجب أيوة. تاديه اوامر بتفرق فعلا في الطعم فعلا, فعلاً؟ انا عن نفسي بقول كده انا لما بخش المطبخ ومزاجي رايق كده واغني اذكر الله كده هو طلعت حاجه تانية. ايه اكتر اكله ما بتحبيش تعمليها؟ اكتر الاسماك. ايه ده ما سواحلية يا جماعه بقى وشعبك عندنا مقدس بقى اعمل اي حاجه بس الاسماك يعني بتضايق منها وفي نفس الوقت ما بحبش خالص اكلها من بره. ايه اكتر موقف غلس قبلك في مشروعك بقى؟ في مشروعي هو بصراحه يعني ايه بالنسبه للشغل في ناس كتيره قوي يعني اكون مثلا بطلع اوردرات فمثلا يعني الاقي مثلا ايه ابو رحمه طبعا بيهتم باراء الناس اللي خدوا مني الحاجه ايه الحاجه عجبتكم الحاجه تمام الحاجه كده فببص الاقي ناس كتيره بتشكر في حاجه واحده في بقى حد تاني بينتقد. انا مش ضد الانتقاد بس ايه الطريقه يعني الطريقه لا 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 انتوا مش كويسين انتوا مش عارفه ايه فاكتشف بعد كده هوت ان هي ممكن تكون شغاله في نفس المجال اللي انا شغاله لسه فيه. لسه كنت هقول لك احنا بنعاني من الموضوع ده ان هي شغاله معايا في نفس المجال طب ليه انا مش يعني انا عن داخلين يحبطوكي ويكسروا مقاديفك زي ما بنقول بالبلدي علشان يعني تيأسي وتحبطي وتوقفي شغل بس كده فهو ده بصراحه اللي بيضايقني يعني اكتر حاجه بتضايقني في شغلي هو ده غير كده هوت لا انا الحمد لله بس نصيحه إيه بالعكس انت لما يجيلك انتقادات او ناس تعمل معاكي الموقف ده اعرفي ان انت ناجحه وبتتحاربي ما انت لو معلش لو مش فارقه مع حد معين يعني مش هيحطك في دماغه ويحاول يضايقك. هي الفكره بس ايه ان انا بلاقي في نفس الوقت يعني ناس بتشكر فيعني الاغلبيه اكتر. انا عندي قناعه ان ما في ناس عمرها ما اتفقت على حاجه يعني ده ربنا عز وجل الناس ما اتفقتش عليه وقالوا ان ما فيش ربنا والانبياء كل واحد اختار نبي معين ده فمين احنا بقى ومين نكون عشان كل الناس تجمع علينا. هي القصه دي بتفرق معاها جدا. انا لا يا انا لا هي بتفرق معايا يعني مثلا لما تيجي واحده مثلا تتصل على ابو رحمه وتقول له انا رميت الشغل انا رميت الاوردر كله في الزباله. لا كنت بعتيني دي لحد غلبان كنت فاهماني انا رميت الاوردر في الزباله. هي مش قللت من المنتج وبس ده هي قللت مني انا ذات نفسي انت فاهماني أيوة. وارجع تاني ابص الاقيها هي شغاله في نفس المجال بتاعي. طب حقيقة. ليه دي حقيقه انت ما فيش حد بيرمي نعمه في الزباله. انا مثلا في كذا انا ما بفكرش ادور ورا حد ولا ابص ورا حد ولا اهتم باي حد. انا شغاله مع نفسي والحمد لله اللهم بارك كل الناس بتشكر في شغلي ما شاء الله. فنانين كتير خدت مني والحمد لله اللهم لك الف حمد وشكر يعني بيطلبوا ان هم يشوفوني ما شاء الله شخصيا فالحمد لله يعني ربنا يحسن ما بين ايديك. اللهم امين يا رب. احنا عايزين نقول للناس مقادير الفطير اللي ام رحمه دلوقتي بتعجنه 350 جرام دقيق مش ده الفطير برضو ده الفطير و10 جرام سكر و50 جرام زيت ورشه ملح وايه مقل التوريق بتورقي بميه لا هي ميه بس ميه للعجين و125 جرام زبده امال ايه ال185 زبده للتوريق زبده للتوريق بتحطها بين الرغيف فانا مكتوبه لي ميه بس انا بالفخاخه بقى وعشان بلعها انت بلعها بس انا عايز اقول لحضرتك انا عايز اصحح معلومه دي مش للفطيره دي احنا الفطيره بتاعتنا 1300 جرام اللي قدام حضرتك ما شاء الله دي كيلو الفطيره كتير 1300 جرام يعني احنا لا 1300 بعد الخبيز كانت دقيق قد ايه
دقيق لا كيلو كانت كيلو دقيق مع الفنيات مع انا بتاع تسويق و... ايوه لا ما نعرف برضو بصي شوف الفلاحين يا اولاد امال ايه ده انا شلتت على الطبليه كده اعمل لكم الفطيره وسعي كده واقعد اعمل بتعملوا منديل ولا بتطبقوا ولا بتعملوا فطيره ازاي؟ انا بعمل منديل وبعمل حوايه او العمه وبعمل المطبق انا عجنت الفطيره اهو تمام بصي بقى بعجن وبعدين لحد ما ايدي خالص تسيبي العجين تسيبي العجينه وملمس العجينه يبقى طري كده وناعم حلو بس قوم بقى ماسكاها كده مقرصاها أيوة. طبعا ايه يا جماعه يعني شغل الفلاحين كله الواحده بقى في بيتها واقفه ايديها نظيفه وكل حاجه مش ناقصه يعني مش محتاجه كلافز ولا اي حاجه خالص في فلاحه بتلبس جلافز لا مفيش فلاحه بتلبس جلافز ولا ينفع حتى فطير حتى لو مش فلاحين يلبسوا جلافز اللي هو ازاي يعني ما كناش نمسك العجين بايدينا وايدينا تتلغوص بيه كده فلاحه امريكانيه نعرف واستنى تبقى كده ملحوسه ايدينا هنا وهنا بس بقرصها بقى كده وداخل العجين كله في قلب بعضيه وتسيبيها ايه واسيبها بقى اسيبها بقى بتاع حوالي ربع ساعه كده واهم حاجه اغطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش طبعا احنا بقى لو كان معانا طبليه كده كنا فردنا وشلتتنا وقصاد بعض ووريناكم العجب العجاب النهارده بس هنقولي بقى طبليتنا يا اولاد كده اهو يعني كلش ان كان اسيبها بقى احنا هنعمل بعد كده قرص القرص اهي قولي لنا كده بقى ايه المقادير بتاعه القرص يا جماعه إيه معانا كيلو دقيق ونص معلقه صغيره ملح ونص كوبايه ميه دافيه ونص كوبايه سكر ومعلقه كبيره خميره فوريه وكوب الا ربع لبن دافي وكوبايه سمنه على زيت احنا بقى الفلاحين بنعجنها بلبن رايب ايوه بالظبط كده نجيب اللبن نجيب اللبن نجيب اللبن ونغليه ونسيبه بقى لما يروب كده خالص يوم ولو انت مستعجله عارفه تعملي ايه تحطي له معلقه خل ايوه يروح رايب في ساعتها يعمل على طول في ساعتها وانت واقفه تمام بس احنا ما بنستعجلش على الاوردرات إيه؟ بتاخد وقتها وبنظبط يا سيدي واحده مستعجله ومستربعه انا بعمل كده اهو احط بقى سنه الفانيليا بتاعتنا كده وشويه البيكنج باودر بس مش كتير في الحر اللي احنا فيه ده اللبن ياخد له كام يوم على ما يروق ده ما يكملش يومين لا اقل بكتير والله اقل بكتير يعني احنا في الشتاء بنشغل له الفرن طبعا انت في الصعيد بقى حضرت الشوالي والطواجن اللبن كل حاجه بتتحمص في الفرن كل حاجه لحد دلوقتي عندنا في البيت في الصعيد امي بتخبز اللي هو العيش البتاو وبتعمل طواجن في الفرن استنى بقى الفرن اللي هو البلدي بتاع زمان اللي بتطير أيوة ولا الغاز لا بتطير غازي بتطير اصل امريكو يا اخويا قعدوا بيجوا لا امي لسه بالبصدور المصري ربنا يديها الصحه الغاز ده بقى يعملوا عليه الكحك والبسكويت وكده الله يسلمك ربنا يديها الصحه يا رب بس هم الستات بتاع زمان دول هم الخير والبركه ومعانا الفنان احمد فهيم يا استاذ احمد ايوه ازاي حضرتك الحمد لله تمام يا فندم منورنا في البرنامج الله يخليك يا فندم متشكر جدا ربنا يخليك يا رب استاذ احمد ازاي حضرتك رجب مشلتت بدويه اهلا يا حبيبي ازيك عامل ايه الحمد لله والله كله حلو كله تمام والله بتاكل من الفطير بتاع مشلت البدويه طبعا وايه رايك قول لنا انطباعك ما شاء الله عليهم والله شطار جدا ما شاء الله حضرتهم جميله فعلا يعني المراحمه ما شاء الله الحاجه جميله ونظيفه والخدمه جميله وهم ناس يستاهلوا كل الخير والله ربنا يخليك يا استاذ احمد انت الانسان جميل وانسان محترم وانا فخور ان انا بتعامل مع عميل زي حضرتك والله الله يحفظك يا حبيبي بالتوفيق والنجاح ان شاء الله ربنا يخليك يا احمد بيه ربنا يخليك يا حبيبي شكرا لحضرتك شكرا لتواصلك مع البرنامج شكرا مع السلامة سلام انا فضلي وبعدين كنا بنقول ايه الحاجه والفطير وال الحاجه دي اللي ربنا يديها الصحه الخير والبركه بالنسبه لي وانا ماشي مش شطاره مني ولا اي حاجه هي دعوات والله يعني في شغلي ده احنا قلنا اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتدي له قلت لكم المثل ده مش جاي من فراغ ده حقيقه والله ده مثل ملموس يا جماعه ده حقيقه والله يعني وانا على المستوى الشخصي انا عايش بدعواتها يعني دي حقيقه مش في الفطير في كل حته لما يعني. الام بتموت الملائكه بتنده تقول ايه
ما دام نكرمك لاجلها. ربنا يديها الصحه. فعلا ربنا بيكرمنا بسبب برنا. ايوه طبعا. حضرتك برضك قبل الحلقه كنت بتقولي انت ازاي كنت بتوفقي ما بين الشغل والبيت. والبيت. قلت لك كده يعني كده. بس فعلا امي هي اللي كانت واقفه معايا وكانت مدعماني وكانت بتخلي بالها من عيالي. وتطلع تروق لي وتعمل لي اكلي وتعمل لي وتنزل معايا كمان المحل تعجل لي وتفرد لي. عندنا مثل بس يمكن يزعل ناس كده يقول لك اللي من غير ام حلو ام. والله بجد. ففعلا الام يعني هي كلمه ام دي من ان هي بتأمنا بتحتوينا. فالام حاجه جميله وحاجه عظيمه من غيرها الحمد لله. الحمد لله ما نسواش بصراحه. ربنا يخلي امهاتنا. اللهم امين يا رب العالمين. ويرحم الامهات اللي توفوا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم يا أمين. رب. هناخد فاصل ونرجع بعد كده نكمل عجين القرص. اوعوا تروحوا في اي حته. استنونا. ورجعنا يا اولاد من الفاصل. ومرحمة كانت عجنت معانا القرص وانا مش مستحمله ان هي بقى على ما تعجن وتساوي والكلام ده. فانا هعمل ايه يا اولاد؟ هستاذنكم. طبعا لا ده حاجتك اصلا. هاخد قرص من القرص الجميله دي. بصوا كده تعالوا معايا كده على القرص يا جماعه. بصوا 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 القرصه قد ايه قد ايه. القرصه طريه وهشه. بصوا بصوا طازه وجميله. بصوا مش قادره اقاوم بصراحه. بس انا كنت عايزاها تطلع محشيه. انت بتعرفهم ازاي؟ في محشيه اعرفها من قبل ما افتحها. لا افتحها. دي هي. دي 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 محشيه. بس بصوا بقى اللي بالعجوه. واو جامده جامده. بصوا طبعا انا هاكل يا اولاد. بس انا عايزه قبل ما اكل كملي. حطيت بقى الدقيق وحطيت عليها المواد الجافه كلها. الخميره والبيكنج باودر والفانيليا وسنه ملح وشويه سكر. وبعد كده نزلت بقى عليها بالسمنه. يعني ايه تاخدي وتدي كده فيها ما شاء الله. وانا ممكن اغمس ال طبعا العسل يا جماعه. انا بحط دي يعني المفروض فطير بس كده اهو. العسل في عسل ابيض. عايز اقول لحضرتك حاجتنا كلها بيور 100%. العسل ده بيور؟ بيور. لا كله حاجات كلها طبيعي. طبيعي. هو العسل ده بتبيعوه في المحل بتاعكم؟ كل المنتجات دي عندنا. كل حاجه موجوده. عسل ابيض وعسل اسود وجبنه قديمه وجبنه قريش يعني مش على المعجنات والفطير بس. لا 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 وقشطه وسمنه يعني بلدي. حضرتك هتاخدي فطير هتاكلي معاه ايه؟ فانا بوفر للعميل كل حاجه. لا انا بفتكر مثلا انا ايه بعمل اوردر بطلب فطيره واكلها في بيتي مثلا. لا 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 احنا عندنا حاجه اسمها بوكس السعاده. البوكس اللي قدام حضرتك ده اللي هو لو يا ريت انا عايزه اجرب اللي بالعسل كده. بوكس السعاده اللي هو ده. ده بيبقى فطيره. اما افتحه ابقى سعيده. لا انا مش على بالي. ايه ده؟ لا هو انا ما بقتش سعيده. لا لا بيتحط فيه الجبنه. بيتحط فيه الجبنه القديمه وحط فيه جبنه قريش وعسل اسود وعسل ابيض. هو دي كده السعاده بالنسبه لي. طبعا. في بعد كده كلام. لا مفيش بعد كده. طب والمقصوصه دي؟ دي مخروطه. دي مخروطه. طريقتها بتتعمل ازاي؟ ده دقيق وميه وميه. لا مش طريقتها في العجن. تمام. طريقتها في هطبخها. انا هاخد منك دي هطبخها ازاي؟ حضرتك كده هتاخديها بقى وحته سمنه بلدي كده حلو وتتحط كده وتتشوه وتحط عايده تحطي عليها لبن. بتحطي عليها لبن عايده تاكليها بس كده بسمنه يعني. ممكن احط بلدي. سكر وزبده ولبن سكر عسل ابيض عسل اسود شغال معاكي. احنا معانا مكالمه. الو معانا الدكتوره مروه نوح. اهلا اهلا. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ اخباركم ايه؟ انا نفسي اتفتحت ريقي جري يعني. شفتي احنا النهارده عاملين عظمه. بصراحه الريحه انا سمعها من عندي في البيت وشكل الحاجه تفتح النفس. انا دايما بخاطبهم بقول لهم احنا عايزين بعد كده التلفزيون يبقى بصوت وصوره وريحه.
بالظبط كده علشان الناس تقدر تشم الريحه اللي احنا شمناها. لا وارسال اكل كمان هتشمه وخلاص. زمان انا عايز اقول حاجه بس، الست اللي بتكلم دي وش الخير عليا ما شاء الله، دي اول ستوري. ربنا يخليك يا رجب، وهي اللي بتدعمني دايما، وست صاحبه فضل عليا، ربنا يجازيكي خير يعني. ربنا يخليك يا رجب، ومن اهم العملاء بالنسبه لي. شكرا على دعمك ليا مروه، يعني هو ما شاء الله يستاهل. دايما انت شايفه بجد مجتهدين، والحاجه فعلا نضيفه رغم ان انا دكتوره دايت. ايه ده؟ ايه الميكس الغريب ده؟ بتاكل مننا يا جماعه اهو. يعني حتى انا اقول لك كده بس، وتمالي الناس كانت تشوف على الستوريز انا بجيب بقى بوكس السعيده وباكل كتير، وانا جسمي كويس واخده بالي منه، فيقولوا لي تعمليها ازاي دي يا دكتور؟ فطرنا هيلث فود يا دكتور. انت بصي، انت عارفه طبعا الفطير والقرص والحاجات دي من اكلنا التقليدي اللي بنحبه طبعا. هي مش معنى اني واخده بالي من صحتي، اول حاجه صحتي كويسه في الحاجات اللي باخدها زي ما بيقول من الارض الطبيعيه، زي ما انت سالتي العسل ده طبيعي، دي مهمه قوي. السمنه دي طبيعيه مش الدهون المهدرجه النباتيه، دي حاجه مهمه قوي. تاني حاجه تملي القاعده الصح في ان انا احافظ على صحتي قبل جسمي، لان الوزن ده بالنسبه لي انديكيشن او مؤشر لصحتي، مش حكايه بس شكلي زي ما الناس أكيد. بتبقى فاكره. قاعده 80-20، يعني انا 80% باكل اكل صح، و20% باكل الاكل اللي هو بيبقى فيه سعراته عاليه شويه، اللي ممكن يكون بيتخني شويه، مش افرح نفسي شويه يعني يا دكتور، او في افرح نفسي شويه يعني. بالظبط. او في اليوم الفري بقى يا دكتور. اليوم بس بخاف قوي من كلمه اليوم الفري. هي وجبه واحده بس يا دكتور فري، هناكل فيها الفطير والعسل. احنا هناكل بس قد ايه يعني؟ انا بس عايزه اقول مش هاكل الفطيره بطبق القشطه كله بالقرص بالمخروطه، انا هاخد حبه صغيرين ندوق. بالظبط. ما نبقاش محرومين، ده على فكره حتى لو انا جسمي كويس مش عايزه اخس يعني، ده عشان صحتي. مروه هاني، ما احنا الفطير بتاعنا هيلسي فود، وانت عارفه كده، ده شعارنا يعني. لا هو عيبه او مسته مش عارفه، بس ان هو رفيع فبناكل منه كتير وطعمه حلو. انا شايفه تميزه ولا عيب؟ هو الاثنين. عايزه اقول لكم هي بتطلب مننا كل اسبوع يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. دكتوره مروه معانا مستمره معانا على طول. ما شاء الله. انسانه جميله وهي بجد مدعمانا دايما. نورتينا يا دكتوره مروه ومكالمتك الجميله، وشكرا ليكي. احنا ما خلصناش القرص، انت خلصناها بقى في المحل بتقعدي كده تتكلمي. لا والله والمواعيد ما بتعملش كده يا جماعه. خلصنا بقى اهو. بصي شايفه العجينه بقى بتاعتها طريه زي وجميله. بتقرصيها بقى كده وتسيبيها بقى ايه لما تخمر شويه بقى، وتقومي مدخلاها الفرن. السر في الطراوه ده في ايه؟ في السمنه ولا في اللبن؟ السمنه واللبن. السمنه البلدي. انت فلاحه. ايه ما انا بسالك، انا عايزه سرك انت. لا السمنه واللبن. طب دلوقتي لو انا عجنتها بلبن رايب احلى ولا اللبن ده احلى للسايب؟ لا طبعا اللبن الرايب بيديها طعم تاني. وبيخلي كمان مده الصلاحيه بتاعتها دايما. يا سلام بقى يا اولاد لو كنتوا مروبين اللبن كده وفي شاليه في الفرن. شاليه يا حلاوي. ده حاجه حلوه خالص. بطعم وجميل كده، ما تقدروش تبطلوا اكل فيه. ايوه احنا محتاجين حد زي حضرتك معانا والله، يعني هتفرق معانا جدا. ده تحت امركم. مش هاكل فطير يا بابا. شكرا. احنا قلنا مخروطه بلبن، بنحط عليها لبن وسكر لبن وعسل. هي والكسكسي نفس الكلام. لا الكسكسي ده بقى ده ليه حاجات كتيره. ممكن نعمله بالبط. بالبط ممكن خضار. نعمله خضار. ممكن نحط عليه سكر بس من غير ميه وحاجه. لا 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 ولا دي يتحط عليها ميه خالص. ايوه. ده انا ما اقولكيش بقى، زمان كانت ستي تجيب اخواتها بقى اللي هم خالات ماما ويقعدوا يعملوا يوم ده يوم بحاله. والقرونه بقى والحله والمنصوبه حواليه بالعجين والمناخر. مش بقول لك فلاح. بيبقى افطار والغدا والعشاء وطول اليوم كسكسي. طول اليوم كسكسي. ويقرفونا بقى يجي زي ده البط بقى، وذكر البط. كله كسكسي. امال احنا تعبنا فيه ليه؟ كله كسكسي. وذكر البط اهم حاجه، ذكر البط. طب اجيب لكم صاج نحط فيه. ماشي. لو في صاج عشان ايه؟ هنسيبها تخمر بقى شويه وبعد كده اقوم مدخلها الفرن. يلا احنا مش عايزين نسيب العجينه بقى، عايزين كده نفردها وندخلها الفرن. الرصيق وندخلها الفرن. ما بيساعدكيش واقف كده اهو عمال بص. لا انا بتاع تسويق. انا سوق بس. هو بتاع تسويق بس. انا عايز اقول لك انا بستلم العميل من وهو بياخد الاوردر. هو بيتعب اكتر مننا. لحد ما الاوردر يوصل له، وبتصل بعديها بنص ساعه اطمئن الاوردر اخباره ايه، ولو في اي كومنت اتابع معاه.
هي دورها ان هي بتعمل، بس انا اللي ماسك القصه دي كلها بقى. ما شاء الله، ما انتوا بتكملوا شغل بعض. ده يعني شغلها من غير التسويق مش معروفه. وعايز اقول لك التسويق من غير شغل كويس مش هيجيب نتيجه، فانتوا الاثنين بتكملوا بعض. والله وبرده يعني انا بشكر، يعني بشكر الناس اللي دعمتنا زي الدكتوره مروه، زي الناس كتيره فنانين، استاذه رانيا وفريد شوقي حبيبه قلبي، الناس دي، استاذه ريهام عبد الغفور ربنا يبارك لها. ما شاء الله، ده انتوا معاكم ستاف الفنانين الناس دي يا جماعه، يعني والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني طلبت مخصوصا، يعني طلبوا احنا عايزين نشوف الست اللي بتعمل الحاجات. طب احنا معانا مكالمه من علياء، ومعرفش علياء بقى ممثله ولا علياء. يا علياء حبيبتي ايمان، ازيك يا علياء؟ ايه ده، انت متابعه من متابعيني فنزيتش. اصل انا النهارده معايا ناس كل مكالماتهم فنانين يا اختي، فانا قلت بقى يعني فنانه من الفنانين وبتفن بقى وكده. انا عايز افاجئك استاذه علياء من العملاء بتوعنا وصاحبه مكان. هما بيقولوا لي ان الاربيز ده متابعاكي ومتابعاهم، وانا اللي كنت هتفرد واتني دلوقتي واقول فنزات. طلعتي مش فنزاتي قوي. كلنا فنزاتك يا شيف، كلنا فنزاتك يا شيف. بتاكلي من عندهم الفطير والحاجات الجميله دي؟ ده انا عايزه اقول لك ان انا ابني عنده 10 سنين بقى 80 كيلو من ايوه لسه كنت اسالك، تخنوكي؟ ما انت استاذ رجب، احنا عايزين تعويض من الناس دي على اللي بيعملوه في الناس ويتخنوه. عاوزين مش قادره اقول لك بقينا تخن ازاي، زي ما تخنتونا خسسونا. عندي برنامج انا بدي، عايزين نعمل دايت الفطير ودايت القرص الطريه. انا عايزه اقول لك ان انا بجيب مثلا بالاسبوع وافضل مقطعاه وحطاه في الفريزر عشان نفضل على طول ناكل. تطلع وتسخن. وتيجي بقى ايه بعد الساعه 12 بالليل كده الجوع ياخدك، تفتكر انك حاطه فطيره في الفريزر، الجوده انك مكمره شويه قرص. الله عليك. قولي لي بقى يا مدام علياء، الجوده قلت ولا حاجه بعد ما بتحطيه في الفريزر وتطلعيه وتسخنيه؟ والله فله حبيبتي بألف هنا على قلبك. على قلبك يا سمنة بقى، بصي ايدك دي بقى، بصي تفضلي تغسلي فيها مرتين ثلاثة، عارفة؟ لا والله العظيم أم رحمة تسلم إيديها، تسلم يا قلبي، فعلا حاجات نظيفة وحاجات مواعيدها، والناس محترمة. وكمان يعني أستاذ رجب بيتابع معاكي بعد ما بتاخدي الأوردر، ما شاء الله، يعني الله يبارك لكم إن شاء الله يا رب، من تقدم لتقدم. ما شاء الله، الحمد لله. هو فعلا الجواب باين من عنوانه، فعلا كلامك حقيقي. ليه مهنته كده، هو ايه هو دي مكانتهم، فاهمه انت؟ ايوه. لا ما شاء الله، هي وعارفه الفطير المثال كده بيبقى ازاي. برافو. ايوه طبعا يعني. طبعا. والقرص اللي بتجنن، بصي انا هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. لا ما كفايه انك قلتي انك تخنتي بسببها. لا 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 لا، هي زي العمر. لا 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 لا، بس وربنا يخلي يوسف يا رب. عارفه مامتك؟ ليك وسترك، عارفه الرقاق بتاع زمان بتاع مامتك؟ طبعا طبعا طبعا، فعلا فعلا كل حاجه حلوه، كل حاجه ما شاء الله، ما فيش حاجه عندهم وحشه. والزبده ده من ذوقك، ده من ذوقك والله يا مدام ايمان، عينيك الحلوين. ما شاء الله، احنا عايزين تعويض يا ام رحمه. ما انا بقول تعويض بال انا كمان عايزه تعويض، والله انا كمان عايزه تعويض. شايفاني عامله ازاي؟ انا كمان عايزه تعويض معاكم. امال انا بقى اعمل ايه يا جماعه؟ انا كل يوم باكل. طب ما انا اهو باكل يا جدعان والحمد لله. والله انت جميله يا استاذه علياء، وشرفتينا ونورتينا. ومضطرين معلش هنقفل المكالمه علشان تقريبا وقت البرنامج بتاعنا خلص، وما لحقناش نسوي القرص. بس طبعا القرص يا جماعه باينه من العنوان، ونجيب معانا تاني التشكيله الجميله اللي عاملاها ام رحمه، ونشكرها على تعبها ومجهودها، ونشكر ابو رحمه على وقفته معاها ودعمه ليها وتشجيعه ليها لحد ما وصلوا للمكان اللي هم فيها، اللي بجد اكيد بعد ما تعبوا ويستاهلوها وبجداره. الحمد لله، اللهم لك الف حمد. كنت مبسوطه جدا ان انتوا معايا، شرفتوني وسعدت بيكم والله يا قلبي. حبيبتي تسلمي لي، خليكم معايا فاصل وهنرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته.
ورجعنا يا اولاد من الفاصل، ولن اخفي عليكم سرا انا طول الفاصل بقي ما فصلش والله العظيم. وراجعه لكم دلوقتي بقى بعد الفاصل، وعايزين نشوف هناكل الاكل الدسم ده واللي يعني هيودينا في حته تانية زي ما سمعتوا ازاي وما نتخنش. فعشان كده جايبه لكم معايا النهارده الدكتوره دعاء نوير اللي هتعرفنا ازاي ناكل كل الاكل الجميل ده اللي نفسنا فيه وما نحرمش نفسنا من حاجه، وكمان فوق كل ده نخس. ازيك يا دكتوره دعاء؟ الله يسلمك. ايه الجمال ده؟ ايه اخبارك؟ منوره دايما ودايما متالقه باحلى طلعه حبيبتي. دي ايه الجمال ده؟ وايه الحاجات الحلوه؟ شفتي الله اكلنا بقى الفلاحي المصري الاصيل. مفيش بيت ما بياكلش فطير ده اكيد، سواء بقى مشلتت شرقي حلويات، المهم ان لازم اساسي فيه فطير طبعا، في معجنات او قرص الجميله دي لازم. الله الله، والمخروطه والحاجات الجميله دي. يا سلام. فدلوقتي احنا مش عايزين نتحرم طبعا، عايزين ناكل طبعا، وفي نفس الوقت ما نتخنش. ايوه. ويا سلام معادله صعبه. افتاره بقى؟ لا خد اللي افتاره بقى، يلا وريني. مش هاكل وبس كده وما اتخنش، ده انا اخس كمان وانا باكل الاكل ده. يا خبر، انت السقم قويه قلبك قوي يا شيخ. قلبي مات. لا سلامه قلبك. عايزه اقول لك النهارده هعمل لك اللي نفسك فيه. نقدر نعمل كل ده؟ هعمل لك اللي نفسك فيه، مش هحرمك من حاجه. حلو قوي. هاكلك المشلتت ده، هاكلك المشلتت والقرص اللي بالعجوه اللي تجنن دي، كل ده هناكله من غير حرمان ومن غير دايت ومن غير كمان رياضه، رغم ان انا بحب الرياضه والرياضه جميلة. بس في ناس ما بتقدرش على الرياضه وكمان وقتها مش مناسب. طب هنسيبهم؟ لا طبعا. لا، احنا هنعمل النهارده حاجه نحقق بيها المعادله الصعبه. اساليني ايه المعادله الصعبه؟ ايه المعادله الصعبه؟ المعادله الصعبه لا اما انا باكل كتير لا اما حرقي واقع. خدي التالتة بقى اللي بتاعت اغلب الستات. ايوه. بموت في الحلويات. الله ينور. رايحة جاية على الحلويات باكل. ايوه. الفاست فود. الله ينور. يلا نخرج، يلا نخرج، يلا ناكل بره. تيجي ناكل بره؟ اه، وعصاير لذيذة بقى، كلنا بقى الاكل اللي الفاست فود. تيجي بقى نحلي بمشروب من بره بقى. يلا بينا. ولا ايس كريم بقى. طب هحرمك انا؟ انت تعرفي ان انا اقدر احرمك. لا لا، انا مش انا متعشمه فيكي خير ابدا. مش هنحرم حد من كل متابعينا. ليه؟ هتاكلي لنفسك فيه وهتتبسطي وكمان هتخسي. طب ليه؟ لان انا بديكي كبسوله يعني بتملى 3/4% من معدتك، 75-80% من معدتك شبعان مليان. حلو. هتعوزي ايه؟ 20% بس. يعني الكبسوله دي بتنفش في المعده، بتاخد حيز فيها بالظبط كده. يا دوب بس باخد الباور من الاكل، يعني هياكل 20% من الطاقه بتاعتي اللي انا باكلها، اللي هي القيمات اللي هتخلينا نعرف. أيوة. نتحرك ونروح ونيجي بس مش جعان. مين قال ان انا ما ينفعش اكل؟ لازم اكل. امال انا هعيش ازاي؟ أيوة. هقضي يوم ازاي؟ هتحرك وفين الطاقه اللي هتكون من الاكل؟ حقيقي طبعا. يبقى لازم اكل بس بكميات قليله. طب القديم بقى اللي انا مخزناه وارداف وبطن وكتاف وحاجات كتيره قوي، نعمل فيها ايه؟ ايوه. ولا هنخش عليها بنقط بقى. هنخش عليها بنقط تحرقها. تحرق لي كل الدهون المتراكمه الثلاثيه دي اللي قاعده تتراكم وتتكون فوق بعضها. يعني مهما كانت قديمه وعنيده ومن زمان هقدر احرقها وانزلها واخسسها؟ دي الحقيقه بقى. في اي حته في جسمي بالظبط. ودي الحقيقه الحلوه بقى، مش الحقيقه المره. جناب. الحقيقه الحلوه أرضيف. كل ده شكرا. كل ده كل ده مش هيكون موجود مع نقط الحرق السحريه، لانها بتكسر لي الدهون الثلاثيه، بتحولها لي الاحاديه وثنائيه وتخرج بطريقه طبيعيه مع الاخراج. يبقى انا كده قضيت على القديم، والجديد اللي انا مدخلاه قليل فبالتالي مش هدخن، وهكسر القديم اللي عندي. طب بس كده؟ طب ما في مناطق مليانه دهون وانا مش شايفاها يا شيف. زي ايه؟ الكبد الدهني. كتير مننا بيعاني من الكبد الدهني، مش عارف من ايه. انا الكبد عندي اداؤه يعني كميه دهون واداؤه ضعيف، الوظائف بقت ادائها مش قوي. طب انا مسؤول عن تنظيف الجسم بالظبط كده. تخشي لي الاعشاب اللي بتعمل لي ديتوكس، بتعمل لي فلتر، بتفلتر لي الدم بتاعي من الدهون اللي مليانه. الاعشاب دي طبيعيه يا دكتور؟ بالظبط يا شيف. انت بتحطي ايدك على الوتر الحساس. ايه الوتر الحساس عندي النهارده؟ ان الكرسي بتاعي كله طبيعي، مش الاعشاب بس، لا ده الكبسولات والنقط والاعشاب يعني طبيعية. ولا حاجة في الكرسي بتاعي كيميكالز؟ مفيش كيميكالز ولا إطلاقاً. هتشتغل على المخ ولا هتشتغل ولا على الهرمونات ولا الكلام اللي بنسمعه كلام من ده. انا كل الكرسي بتاعي شغال على الشهيه، ان انا اقفل لك بقك. مش اسد نفسك. لا، اقلل شهيتك. مش اسد نفسك. مش تبقي قرفانه من الاكل، هتاكلي وهتتبسطي. حلو. مش هتبقي جعانه. طب انا هديك الكرسي كده بس،
تعرفي عني كده. اكيد هتدينا هدايا بقى. ده هدايا الهدايا النهارده بقى. ايوه ما انا عارفه ليه. طب ما لان انا مسميه كورس النهارده كورس السند. طب سند ليه؟ كم مره عملت دايت وفشلتي وما قدرتيش تكملي؟ لان ما لقيتيش حد بيسندك. مفيش حد بيسندك. ايوه. كم مره تقعدي على الميزان مش بقدر اكمل او الميزان ثابت يا شيخ؟ محرومه محروم نفسي كذا بنستنى اليوم الفري عشان عشان نهجم على الاكل بالزبط. فاروح مبوظه كل اللي انا عملته في الاسبوع اللي قبليه بسبب ان انا طول الاسبوع محرومه عماله اكل في مسلوق واكل واكل عيانين نفسي واكل عيانين زي ما بنقول من غير ملح وي فما بقدرش اكمل. النهارده مفيش اكل عيانين. هناكل من اللي البيت كله بياكل منه. يعني مفيش ميزانيه خاصه للدايت خالص. هتاكلي زي اللي بناكله كله في البيت. حلو. مفيش اي مشكله خالص. طب الناس بقى اللي بتعاني من ثبات الوزن وكل ما نقعد على الميزان هو وتزعل وتعيط ان الميزان ما بينزلش. طب احنا هنسكت على كده؟ لا مش هنسكت على كده. هنديكي كورس هديه يكسر لك ثبات الوزن وينحت لك جسمك وينحف لك جسمك. الكورس ده يكفيني مده قد ايه؟ الكورس الاولاني بيكفيكي 30 يوم بينزلوكي من 10 ل 15 كيلو بطريقه امنه. طب الكورس الثاني اللي هديهولك هينزلك برضو من 10 ل 15 كيلو بس هديهولك هديه. واو. مش هاخد يعني منك فلوس. تمن كورس واحد بس اخد اتنين؟ لا مش هتدفعي تمن كورس واحد. امال ايه؟ هتدفعي بس 50% من الكورس الواحد. ايه ده؟ يعني انتوا عاملين الكورس ب 50 وعليه كمان كورس؟ وعليه كورس هديه. لا ايه ده؟ طب انا هسكت؟ إيه لا انت عارفه كده برضو؟ لا انا مش هسكت. اديني بقى اديني الكبيره. تعالوا بقى. بس قبل ما اقول لكم على الهدايا اللي اكيد مش هتتوقعوها عايزه منكم اتصال فورا على الارقام اللي بتظهر مع حضراتكم على الشاشه او من خلال صفحه اتش ار فارما عشان تعملوا ايه؟ عشان تطلبوا الكورس واللي عليه الهدايا. طبعا يا جماعه الصفحه معانا على الشاشه بارقام التليفونات والتواصل ودي الصفحه الوحيده اللي نقدر نتواصل من خلالها ونفس الارقام علشان علشان ما يتنصبش علينا وعلشان ما ندخلش على صفحات من اللي هي النصب او بتنتحل الاسم بتاعهم. بالظبط يا شيف ايمان حضرتك لخصتي القصه كلها. انا اوصل للمنتج الامن الصحي ازاي؟ من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه او من خلال صفحه اتش ار فارما. غير كده مفيش. يعني حلوة. كلمه واحده. طيب يا دكتوره المتابعه أنا... بقى انا واخده الهدايا. انا عايزه اسيب الهدايا نحلي بيها بصراحه. خلي الهدايا للاخر نحل. عرفيني بس طول ما انا بعمل دايت عندي اسئله. تفضل. عندي استفسارات عايزه لخبطت النهارده. حاسه ان انا مثلا المفروض اعمل حاجه معينه عايزه اخد راي حد. عارفين دايما ان الدكاتره تونكه كده في التعامل بقى وكده هتردوا علينا وتعبرونا. هقول هتتابعوا معانا. هفاجئك يلا زي المفاجاه. شوفي يا شيف دلوقتي نفترض يعني بيشنت نسيت كبسوله النهارده. انا ما اخدتش النوت انا ما اخدتش الاعشاب. طب اعمل ايه؟ طب اسوي ايه؟ هتبقى تايهه كده مع نفسها اطلاقا. ده انت من اول يوم معاكي فريق طبي قوي جدا من اكفأ دكاتره التغذيه المتخصصين بيتابع معاكي يوم بيوم. حل. الميزان بتاعك ايه النهارده؟ اخدتي الكبسوله في ميعادها ولا ما اخدتيهاش؟ اخبار الاعشاب معاكي ايه؟ جابت نتيجه؟ كل ده واحده واحده معاكي. كمان لكل عميل فايل يعني في دوسيه كده محطوط. يعني فيه اول ما اتواصل معاكم اقول لكم انا فلانت الفلانيه. الله ينور. عرفت كل اللي انا قلته قبل كده وتواصلت بيه. مش محتاجين تقعدوا تسالوني تاني. احنا هنعرف نكمل على اخر مكالمه. بالظبط. بنعرف منك الاول حالتك الصحيه ايه؟ بتعاني من ايه؟ يومك ماشي ازاي؟ بتاكلي ايه؟ بتحب ايه؟ بتكرهي ايه؟ يومك عامه شغلك ماشي ازاي؟ هل شغلك في حركه؟ هل شغلك بيساعد في التخسيس وفي التخنة؟ أيوة. كل ده بنفصل لك على مقاسك المناسب ليكي لان اللي بينفعك ما بينفعنيش ما بينفعش لحد تاني. ما بينفعش لناس معينه. بالزبط. عندها مثلا امراض او مشاكل صحيه. بالزبط. الناس اللي عندها امراض ومشاكل صحيه بنتعامل معاها ازاي؟ انا عايزه اقول لك ان كورسنا امن لكل اللي عندهم امراض مزمنه. تمام. يبقى معنى كده ايه؟ اللي عنده مرض مزمن وكمان مريض سمنه لازم يتصل ويلحق الكورس بتاعه. طيب انا عندي ضغط بس غيري عنده سكر هنعمل ايه؟ هنقول للفريق الطبي ده طب انا سكري بيبقى من كذا لكذا. طب تحليل السكر بتاعك ايه؟ كل ده معايا انا كفريق طبي بتكلم معاك فيه وبديك الكورس المناسب لحالتك الصحيه. حلو. يعني لا يتعارض مع اي مشكله صحيه اطلاقا. طب حلو. ليه يتعارض؟ عشان اعشاب طبيعيه. بالظبط كده لانها طبيعيه بس مش اعشاب كمون وينسون. أكيد. عشان نكون واقعيين دي اعشاب استوائيه خاصه جدا معروف فعاليتها القويه للسمنه ان انا انزل بيها تنفش في معدتي وتديني حيز كبير من المعده مليان وبالتالي بخس على اساسها. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل المعادله الصعبه.
اقلل الشهيه وازود الحرق. وزود عاوز ايه تاني؟ وافتت الدهون القديمه. وافتت الدهون القديمه. حلو قوي. هديك الهدايا بقى عشان انت أيوة مستعجله. ايوه بقى. وايه مصربعاني على الهدايا؟ على الهدايا على طول. ماشي. أيوة. هقول لك على الهدايا عشان انت بتحب الهديه. أيوة. وهديه النهارده حلوه وقوي. انا عندي النهارده مش هديه واحده ولا اتنين كمان. اديني. طب تلاته. الله عليك. شرطه. الله عليك. فاجئيني بقى. ايه الهدايا؟ ايه بقى؟ شوفي بقى. الهدايا بتاعتي اول حاجه بيوتين. ايه البيوتين ده؟ ده نوع من فيتامين بي مفيد جدا للشعر وللبشره وللضوافر. دايما لما نيجي نعمل دايت اول حاجه بتحصل ايه؟ الشعر بيقع، ضوافري بتتكسر، وشي اتبهدل، بشرتي باظت، كل ده مش موجود معايا. جلدي تراهي. الله ينور عليك. وشي اتشفط. نزل كده. بيقولوا لي انت عيانه ولا ايه؟ لا بيقولوا لي انت عجزتي. اما بخس انت عجزتي كده ليه؟ ماما بصي بأزوق شويه عن الاول. والله بقى في شياكه في الموضوع. طب ده كويس. ايه ده انت تعبانه؟ انت بتاخدي دواء فيكي ايه النهارده؟ انت مش مظبوطه. بالظبط. جوزك منكد عليك. طيب يبقى كل ده مش هيكون موجود. دايما الست تقول لك ايه؟ لا خليني تخينه وحلوه بدل ما اخس ويبقى شكلي وحش. بس على فكره ناس كتير تقول دايما إيه؟ الكلمه دي بتتقال. انا ما برضاش اخس عشان لما بخس وشي بيبوظ بيبقى شكلي وحش. لا انا بضمن لك بقى مع البيوتين بشره مشدوده وبشره جميله وكمان شعر قوي جدا وبيطول وبيتقل وبيبقى حلو. الله. جدا وضوافر ما بتتكسرش. بس كده؟ لا. مشكله الستات هو إيه؟ انا عايزه بس افهمهم الرجاله كمان ان البيوتين بيكتبوه دكاتره الجلديه علشان شعرك وضوافرك وبشرتك. انا عن نفسي من وقت للتاني بروح اجيب البرطمان بمبلغ وقدره كده بعد ما محوش ثروه وسمسر من جوزي حبه حلوين اروح اجيب ايه بتاع بيوتين. فهم يبعتوا لكم بقى واحد مجانا مع المجموعه. بالظبط. كام دلوقتي ده ولا ده بشويه هتبيعي لي غويشه من الغوايش دي كله لسيختي. يبقى احنا بنقول ايه؟ البيوتين معانا هديه يا شيف. حلو. طب الهديه الثانيه ايه؟ أيوة. كل ست بتتضايق من ايه؟ من علامات التمدد. حاجه كده بتخنق اي ست. طبعا. وعايزه اقول لكم برده لكل راجل الكرش بعد ما بيهبط علامات التمدد بيظهر. يجي ينزل البحر او البسين الشكل مش لطيف فبيكون متضايق. طب هنعمل ايه؟ هنسيب علامات التمدد؟ لا طبعا. لا ده انا هجيب لك كريم شد الترهلات اللي بيشيل علامات التمدد. حل. كمان لو في سمنه موضعيه الحته دي تخنانه درعيات الحته دي قرفانه اي حاجه كل ده بينفع مع الكرش. الكريم بينفع طبعا وبنفع حتى لو ده كرش ولاده وترهل ايا كان الدهون اللي موجوده. احنا عندنا الدهون نوعين حشويه وتحت الجلد. بدهن الكريم والف ستريتش رول وشكرا. هتلاقي نفس المنطقه تعرقت والدهون بدات تسيح منها وبتتشد. عايزه اقول لك هي الدهون بتتحرق والمنطقه بتتشد وبتترطب كمان. حلو قوي. يبقى ده كان الكريم يعني وجماله. يعني جسم الجلد شكله مش هيبقى وحش وانا بخس. عارفه طب احنا عايزين بقى صور نشوفها كده من الناس اللي اتشجعت وخست. ايه ده؟ شفتي بقى؟ ايه ده مين ده؟ نموذج هايل من الرجال عشان ما يقولناش بس بنتحيز للسيدات. ادينا شايفين بطل من ابطال اتش ار فارما. الفرق ايه؟ الفرق شاسع. ده بصي ده شايفين؟ انا حاسه ان هو يعني الكرش إيه؟ راح فين يا شيخ؟ منه حته حلوه. بالظبط. فين الكرش؟ ما عادش فيه كرش. فين الدراعات والحجم اللي احنا شايفينه؟ لا خلاص كل ده انت اخد كورس شهرين الدنيا اتغيرت، حياته اتغيرت، بدا حياته من جديد. لا ما شاء الله الفرق واضح جدا. طبعا هنشوف كمان صوره كمان صور علشان كمان. ناكد مصداقيتنا ناكد مصداقيه الكورس. لا النهارده الذكور ما شاء الله متفوقه على الاناث. كان 135 بقى 80 من 125 ل 80. شفتي الجمال؟ شفتي الجمال؟ احنا بنتكلم في بني ادم خرج منه بني ادم تاني. ايوه ايه ده؟ زي ما احنا شايفين ابداع. انا بحييه طبعا ده فعلا من ابطال اتش ار فارما. أيوة. طبعا احنا بنتكلم في ميزان جبار نزل وبمنتهى الثبات زي ما احنا شايفين. وبصي اللي معانا ده من 95 ل 65. طب تخيلي اما في قد ايه بقى يا دكتور اديني ده كان شهرين بقى. شهرين بالظبط وحياته اتغيرت. طبعا عايزه اقول لك تخيلي ان الشخص شال منه 30 كيلو. ال 30 كيلو دول كانوا تحميل على ايه؟ تحميل على ركبه، كل حاجه، تحميل على عموده الفقري، على القلب اللي هو فوق ملوش علاقه بحاجه، بيضخ كميه دم كبيره كده. بيرهق الجسم. الدهون دي ماشيه فين؟ ما الدهون دي ماشيه في الدم، بتتضخ للاجهزه والاجهزه بالتالي مش قادره تقاوم ولا قادره تقوم بوظائفها. فعلا دي يبقى حقيقه. السمنه هي البوابه اللي بتدخل لي الامراض. كوليسترول، سكر من النوع الثاني، مقاومه انسولين، كل ده بيخش لي في النتاج. الله ينور عليك. طب انا اعمل ليه في نفسي كده؟ طب ما انا اتصل دلوقتي واخد الكورس اللي هيخسسني من 10 ل 15 كيلو في الشهر، وهاخد عليه كورس هديه ب 10 ل 15 كيلو يعني 30 كيلو في 60 يوم،
وهاخد ثلاث هدايا احلى من بعض. كانوا ايه يا شيف الثلاث هدايا؟ قلنا الكريم مشدد التهرات والبيوتين الثالثه تعرفي؟ لا ما تعرفيش. استنى. انا بس اللي انت ما قلتيهاش اصلا. انا اللي اعرف. الدكتوره جت غلطتني، جت غلطتني في العدد. قولي الثالثه. هتعرفي الثالثه القهوه الخضراء. وجمال القهوه الخضراء ومزاج القهوه الخضراء. هتديني دماغ زي القهوه لا احلى كتير. اقول لك ليه؟ لانها بيور لسه ما دخلتش في تحميص وشغل كيمياء ولا طبعا الخضراء احنا عارفين هي لا تتعرض مع مرضى الضغط اطلاقا. ده بالعكس. لا ده انت هفاجئك، هي مش بترفع الضغط، ده هي بتظبط لي ضغط الدم وبتظبط لي سكر الدم، نشاط الاوعيه كده، الدم نشاطه في الاوعيه الدمويه بيكون بصوره اسرع. طب ليه؟ لانها عليت للحرق، مليانه مضادات اكسده، مليانه كلوروجينيك، كل ده بيساعد لي ان الاوعيه الدمويه الدم يسير فيها بطريقه كويسه، فبالتالي صحه القلب ايه؟ تتحسن. تمام. الشرايين عامله ايه؟ بتدخلها الدم بصوره جميله جدا، بتخرج الدم بصوره حلوه للاجهزه، فبالتالي الجسم كله نشيط. واحنا اصلا عندنا سنه عن الرسول جوعه عليه الصلاه والسلام تصحه بالظبط. كتر الاكل حاجه مش جميله خالص يعني. الكرسي بقى هيخليكي تاكلي كميه صغيره. صومه. معلش يا جماعه انا بقول جوعه تصحه، هي عشان انت شكلك جعانه. انا جوعت. انت شكلك جعانه. انا جوعت. والقرص والمشلتت مخليني شيف ايمان يعني مش قادره تستحمل. انا فعلا جعانه. انا عايزه اكل. عايزه اقول لك تسلم ايديكي، كله جميل. هي الضيوف اللي معايا النهارده هي اللي عامله الحاجات الجميله دي. وتسلم وقفتك وجمالك وشغلك العالي دايما اللي انا بحبه وبعشقه. فالنهارده الكورس هيعمل المعادله الصعبه اللي بنتكلم عليها. هناكل كل الاكل الجميل ده وهنتبسط وهنبقى مبسوطين، وده اهم حاجه. دايما لما بعمل دايت ببقى زعلانه ومكشره ومش مبسوطه. مود الاكتئاب بيعلى بسبب قله الاكل. لا ده انا هرمون السعاده هو اللي هيعلى. ليه؟ لاني هبقى مبسوطه لاني باكل اللي نفسي فيه وبشبع. تاني حاجه هبص على الميزان وهفرح مش هزعل. دايما لما نروح لدكتور تغذيه ونتابع معاه نيجي يوم الميزان كلنا نبقى حاطين ايدنا على يا رب خسيت وزعلانين نص كيلو ربع كيلو وبص في الميزان والدكتور يهزقني حبه والدكتور يزعل مني حبه. لا كده ما عندناش. طب ليه؟ لان النتيجه امنه واكيده. انت هتشوفي بنفسك على الميزان هتنزلي من 10 ل 15 كيلو، انت بعد اسبوع واحد هتلاقيك نفسك نازله 5 كيلو بمنتهى الثبات والسهوله. عايزين ناكد عليهم ان المتابعه مجانيه. بالظبط. في حاجه مجانيه كمان، التوصيل والشحن. اخ شفت؟ لاي مكان جوه مصر، سواء في قريه، سواء في بلاد بعيده، سواء البلاد اللي المندوب بيقول لك لا انا ما بدخلهاش، اي مكان التوصيل مجانا. وطبعا ده من خلال الصفحه بتاعه اتش ار فارما بارقام تليفوناتهم اللي موجوده على الشاشه، وكمان المتابعه هناخدها مجانا. بالظبط يا شيف، انت لخصتي الجمال كله النهارده. يبقى عملنا ايه؟ زي ما قلنا من شويه الكورس بتاعنا امن وصحي، مرخص من وزاره الصحه المصريه، هينزلني 30 كيلو في شهرين اتنين في 60 يوم بس، كمان بالاضافه للثلاث هدايا المميزين واللي احلى من بعض، القهوه الخضراء تمام اللي بتعدل المزاج والبيوتين والمود. البيوتين وكريم النحات. بالظبط. وكريم النحات الكريم السحري. وعايزين نفكرهم ان كل ده الكورس الاساسي بنص الثمن، وكمان عليه كورس هديه بس وده لفتره محدوده فيها لحد الساعه كام؟ ده لحد الساعة 12 بالليل بس. يا لهوي الحقوا بسرعة. لا تلحقونا بقى لما تلحقوناش. هيلحقوا. طب ليه؟ لأن احنا المرة اللي فاتت قلنا الأول 200 متصل، طب ال 200 دول خلصوا. فكرهم بالعرض كده يا دكتور عشان ما ينسوش. يلا بينا على عرض. عرضنا هو عبارة عن كورس السند اللي هيسندك ويقويكي ويخليكي تقدري تكملي معايا تحدي ال 60 يوم اللي هينزلك 30 كيلو. عباره عن ايه؟ عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. ده كورس كامل عليه خصم 50% طبعا لحد الساعه 12 زي ما الشيف ايمان قالت. كمان عليه كورس هديه مكون من كبسولات ونقط واعشاب بالاضافه للثلاث هدايا المميزه جدا واللي كانوا ايه؟ القهوه الخضراء وجمالها وفعاليتها اللي بتعلي الحرق كتير جدا، كمان البيوتين المفيد للشعر وللبشره ولجلدك وكل مظاهر الانوثه وجمالك، كمان تالت حاجه كريم شد الترهلات واللي ما فيش انثى او رجل بيستغنى عنه. يلا الحقوا قبل ما الساعه 12 تعدي، استفيدوا بالعرض الجبار اللي معانا. وبكده نكون حلقتنا خلصت، وانا بشكر دكتوره دعاء نوير وهقفل معاكم واقوم انا بقى والدكتوره دعاء نلتهم هذا الاكل الجميل واشوفكم في حلقه جديده. اقعدوا بالعافيه.